استقبل معبر رفح البري 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها العسكري للجانب الآخر معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم عادت مرة أخرى حركة استئناف المساعدات من ميناء رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، وبالفعل يعني من توجه اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم يعني حوالي 50 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، والآن نرى معكم هذه الشاحنات التي تعود مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري بعد أن قامت بتفريغ حمولتها. كل الشاحنات التي خرجت اليوم من منفذ كرم أبو سالم كانت تحمل يعني العديد من المواد الغذائية الخاصة بالأسرة الفلسطينية الشقيقة في ظل يعني الأزمات التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين جراء نقص الغذاء والدواء ونقص المحروقات. أيضا نشير هنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لحوالي 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات متنوعة ما بين السولار والغاز بتفريغ حمولتها، وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. ما قام بتفريغ حمولته بإجمالي 50 شاحنة حوالي 14 شاحنة فقط، وقوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 14 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية. على صعيد العمليات العسكرية نسمع معكم الآن الطائرة الزنانة التي يعني تحوم في السماء، هذه الطائرة التي هي إنذار شؤم وتنذر بوقوع ضربات في مناطق مختلفة ومتفرقة في الجانب الآخر من معبر رفح البري، وبالتحديد في المنطقة التي يعني تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المربعات السكنية. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.